استقبال شعبي استثنائي لجلالة ملك المغرب أمير المؤمنين من قبل أبناء مالي. الماليون تعبأوا لاستقبال جلالته والتعبير عن فرحتهم بهذه الزيارة الملكية الرسمية. أحب كثيرا جلالة الملك لأنه أحب دوما مالي، ونحن الماليون نحبه كثيرا، كل الماليين يحبونه. فرح جدا لقدوم جلالة الملك، وأنا هنا بالمطار فخور جدا بجلالة الملك. مغاربة باماكو حضروا كذلك لاستقبال جلالة الملك بمطار العاصمة المالية. هاد الزيارة إن شاء الله كنتمناوها تكون دائمة وتجيب الخير، وخصوصا زارنا هذه شهور ما قليلة وكيعاود يزورنا، هذا فرح. نشوف سيدنا نصره الله على أساس نشوفوا الزيارة الملكية السامية لبلد مالي الشقيق. زيارة ملكية يعلق عليها الماليون آمالا كبيرة، فالإجراءات التي قام بها المغرب تجاه مالي من مثيل المستشفى الميداني العسكري وتكوين 500 من أئمة البلاد يعتبرها الماليون انطلاقة لتعاون أوسع يحقق استقرار وتنمية البلاد.